توقع صندوق الاستثمارات العامة السعودية أن تبلغ حصيلة التوزيعات النقدية التي يحصل عليها نظير استثماراته في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي نحو 23 مليار ريال، حيث يمتلك الصندوق حصصا في 23 شركة، منها 18 شركة أعلنت توزيعات نقدية للفترة ذاتها. وتصدر سهم أرامكو أعلى قيمة للتوزيعات النقدية بنحو 11 مليار ريال، ما يمثل نحو 48% من حصيلة التوزيعات النقدية للصندوق من الأسهم السعودية.